السلام عليكم أينما كنتم. ساعة من الرياضة في كورة، أهلا بكم ضيوف حلقة هذا المساء، كل من الكابتن حسين عبد الواحد المدرب المساعد لفريق الشرطة، وأيضا الكابتن رزاق فرحان مدرب فريق نفط ميسان كما تشاهدون مشاهدين الأكارم. والبداية مع العناوين. بعد غيابه لمباراتين بسبب فيروس كورونا، مهند علي يعود لقائمة فريق السيلية القطري التي تواجه السد. مدرب منتخب الناشئين عماد محمد: لا وجود للمجاملات والعلاقات في المنتخب، والبقاء لمن يستحق. صالح سدير يحدد موعد اعتزاله مع القوة الجوية نهاية الموسم الجديد. أمجد عطوان يصل بغداد ويلتحق بتدريبات الشرطة، والمحترف العاجي ديدير ينضم لمعسكر نفط الوسط في أربيل. الزوراء يهزم نفط الجنوب، والجوية يقسو على حيفا، والنفط يتغلب على الطلبة ضمن الاستعداد للموسم الكروي المقبل. جماهير الأنيق تصف إدارة الطلبة الحالية بالفاسدة وتطالب باستقالة جماعية. النجف يعسكر في بغداد ويواجه أمانة بغداد يوم الثلاثاء على ملعب أبناء العاصمة. إصابة رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة حيدر عوفي بفيروس كورونا. الشركة المنفذة لملعب المدينة تعلن عن تسليمه أوليا لوزارة الشباب والرياضة وتؤكد قرب افتتاحه. الطلبة يخسر من النفط بهدفين لهدف وديا. أجواء المباراة مع الزميلين مصطفى معد ومصطفى محمد. اليوم نعتبر يعني ثاني مباراة لنا وحققنا انتصارين بها، ف يعني في شيء يبشر بالخير بالنسبة للاعبين. يعني اكو لعبة وقدموا، بس اكو يحتاجون بعد المستقبل. اليوم هذه ثاني مباراة تجريبية يعني مع فرق قريبة علينا. فريقنا يعني دا يأدي زين، احنا نحاول انه نرفع من الوضع البدني للفريق من خلال المباراة مهمة جدا، لانه اللاعبين مبتعدين فترة طويلة عن التنافس الحقيقي، واعتقد هكذا نوعية تفيدنا. راح نستمر بالمباراة التجريبية حتى لو كان كل يوم نلعب مباراة ما عندنا مشاكل، مهم يشتركون كل اللاعبين وتعطينا صورة واضحة انه وين واصلين بالوضع البدني للفريق، وايضا استيعاب اللاعبين لواجباتهم لما مطلوب منهم. بسبب الوباء وقبلها المظاهرات فتلقى صعوبة انه ترجع لوضعك الطبيعي، نحتاج انه نستمر بالعمل وبالمباريات حتى نرجع لوضعنا الطبيعي. جماهير الطلبة تصف الإدارة بالفاسدة وتطالب بإقالة جماعية. نتابع. هناك مؤامرة على الفريق ومؤامرة على النادي محمد الهاشمي وعلى كاظم، هذول سبب دمار النادي. قعدنا ويا الكابتن احمد خلف قبل لا تبدي هاي اللعبات وهاي والتدريبية وقبل التجمعات وهاي، قعدنا خلينا نسمع كل جمهور الطلبة. انا بالنسبة لي ماظم واحكي بالحقائق والدلائل والهاية. اجتمعنا ويا احمد خلف وقعد قال يوم 12 راح يجي على كاظم ويطلع الهاشمي ويطلع علي الجبار. اليوم ايش قد بالشهر؟ اليوم 13، اليوم 13. فكافي عيب، كافي تضحكون على الجمهور، كافي تلعبون بمشاعر الجمهور، كافي. هذا الطلبة هذا اكبر من احمد خلف واكبر من كلنا من كل واحد، واكبر من الهاشمي واكبر من علاء. ويا اهل يحكي يهددوه، يا اهل يحكي يهددوه، كافي عاد التهديدات بسبب هاي الإدارة الفاسدة. هاي الإدارة الفاسدة محمد الهاشمي كل ما يطلع باللقاءات يقول استلمنا النادي جثث. أدري طبعتي هو لو مو طبعتي، ما يصير هيك يا أخوان. جنود مجهولة على الفيس تتآمر على الفريق، وهكذا سببها هي وعود الإدارة الفاسدة الرديئة. الإدارة دمرت النادي من 2006 لحد الآن، وأي واحد يطلع بالإعلام يحكي بجميع القنوات الفضائية. ثاني يوم المن يتحضر للتهديد والوعيد المن للقوماني، هاي الدقة العشارية النوبر تعلمنا عليها. إدارة الفشل الذريع، إدارة الدمار من علاء كاظم لمحمد الهاشمي، هذا عبد الغفور القاعد، هذا يدق عباس وحيد واحمد ماجد، والنور جابوا هسه بالتالي ترى اعلنها للاعلام، جابوا هذا المطرب نور الزين على مود يصير نادي تكمل السبحه. دمار نار الطلبه، احنا نشجع نار الطلبه بس وحالات كان مركز اول ولا كان مركز 20 منعوه، لان هذا ملكنا، لا ملك اداره ولا ملك علاء. القوه الجويه يلغي معسكره في سليمان، استغفر الله.
آسف مشاهدينا، يلغي معسكره في سليمانية بسبب تفشي فيروس كورونا. نتابع. كان من المفترض أنه يكون بتركيا، وجهزنا كل الأمور، الفندق عن طريق الكابتن القدير هوار ملا محمد، وصار الاتفاق كله كان جاهز، لكن تعرف موضوع مال السلطات التركية هي اللي قررت عدم فسح المجال لأي دولة. بعدين اتجهنا إلى مصر. مصر من دزينا على أساس نحصل الفيز، الفيز كانت متأخرة يعني تجي 14 والدوري يوم 25، فما نلحق. خيرنا الكابتن القدير أيوب أديشو يعني بوجود السيد قائد القوة الجوية المحترم، قال له تريد أربيل تريد سليمانية، اختار سليمانية. بعد أكو أحد اللقاءات طلع محافظ سليمانية قال إنه المنطقة موبوءة وأكو جائحة كورونا متكررة ومستشفية، فقرر إنه يتأجل. بعدين صار قرار إنه يروح للسليمانية. آخر شيء صار الاتفاق إنه راح يكون معسكر تدريبي داخلي، وفرنا له كل الاحتياجات، كل الحاجات وكل المستلزمات، وراح إن شاء الله نخوض مباريات بهذا الأسبوع، 3 مباريات. نفط الوسط يواصل التحضير في أربيل استعدادا للموسم الجديد. متابعة المكتب الإعلامي. نحاول أن نعوض الوحدات التدريبية اللي فقدوها خلال الفترة الماضية. أنا أعتقد أنه المعسكر وكان مهم جدا، انه كان طموحنا ان يكون خارج البلد مع مباريات على مستوى عالي، ولكن حصلنا على مباريات جيده في هذا المعسكر، مباريات تكمل عملنا البدني. اجينا الاربيل من اجل يعني اقامه معسكر تدريب النادي نفط الوسط. اعتقد انه الفائده هي رفع الرتم والانسجام بين اللاعبين. احنا مثل ما تعرف اتخذنا يعني مباراتين ودية مع أربيل ومع نفط ميسان. أجواء رائعة، مستوى كبير، جميع اللاعبين مستعدين. نشتغل على الاستعداد للدوري إن شاء الله. قمنا بمباراتين تدريبيين. معسكرنا عدى لحد هاي اللحظة ناجح، معسكر ناجح. قدرنا نطور كثير من الأمور من الجوانب الفنية حتى غير الفنية، تقارب اللاعبين وانسجامهم. أغلب اللاعبين جبنا استقطبناهم لهذه السنة، أكثر من 16 لاعب كادر تدريبي جديد. لكن تعرف أنت المعسكر يخلي المجموعة تقعد بمكان واحد وتعيش بمكان واحد. من الجانب البدني وصلنا إلى جاهزية بدنية مقبولة. ملعب المدينة جاهز لاستقبال المباريات والقرار بيد وزارة الشباب والرياضة. نتابع. الرؤية في إنشاء الملعب كافة المنظومات الخاصة بالملاعب الدولية اللي على مصاف الدول العالم. في هذا الملعب موجودات كافة منظومة، سواء منظومة الكهربائية والميكانيكية وكذلك منظومة الرش الإلكترونية وشاشات العرض الكبيرة بعدد 2. مزود هذا الملعب بأجهزة تبريد مركزي وأجهزة تبريد منفصلة، وكذلك VIP وVIIB، وكذلك منصة للصحفيين وللتعليق التلفزيوني. في هذا المشروع خضنا تجربة جديدة، سواء كان على مستوى العراق أو الشرق الأوسط تقريبا، هي استخدام البيئة النظيفة وهي الطاقة الشمسية. الشركة أكملت أعمالها، وكان الاستلام الأولي في يوم 26/12/2019، وهي الآن في فترة الصيانة اللي موجودة. ومثل ما تشوفون أعمال اللي موجودة بقص الثيل وترتيب الأمور الأخرى للملعب وملاحظات اللي تصير خلال فترة الصيانة. الشركة المنفذة لملعب نادي الشرطة تؤكد بأن المشكلة مالية. نتابع. آخر مستجدات مشروع نادي الشرطة الرياض، احنا طبعا وقعنا ملحق عقد لتكملة الملعب الرئيسي وملعب التدريب، ماشي، بقيمة 14,650,000. للأسف انه تعرف صارت هاي مال الكورونا وما توقف كل شيء، بالإضافة لأنه لا تتوفر سيولة نقدية، لأنه الدولة أول شيء الميزانية ما انقررت، ميزانية 20 لحد الآن ما مقرورة، تمام. فانفتح اعتماد مستندي بقيمة 7 مليار للمواد الاستيرادية، المبلغ المتبقي غير متوفر في الوقت الحاضر، بالإضافة لأنه الشركة عندها مستحقات بقيمة 2 مليار، وكتاب وزارة التخطيط واضح وصريح، تبدأ المباشرة بعد تسديد مستحقات الشركة وتكملة المبلغ المطلوب، ولا توجد مشاكل أخرى. مجرد ما أنه يكمل المبلغ
وتسدد ديون الشركه، الشركه راح تباشر. باختصار المشكله وين بالضبط؟ اريد اسم يم الوزاره يم الشركه. هي ماكو مشكله، المشكله يم السيوله النقديه اخي، ماكو فلوس، ماكو يعني الدوله العراقيه ما بيها فلوس، يعني شو نسوي؟ فلذلك اذا توفرت بالموازنه مال 2020 مبلغ والموازنه 21 فالشركه راس تباشر، ما عندها اي مشكله. بعد المباشره تقدر تكمل 9 اشهر يكمل الملعب الرئيسي. لاعب المنتخبات الوطنية ونادي زاخو وليد سالم يشارك كرة أفضل 3 أهداف خلال مسيرته الكروية، نتابع. أهلا وسهلا ببرنامج كرة، راح نستعرض 3 أهداف مسيرتي الكروية. أول هدف كان على الإمارات بكأس آسيا، كان شبه نهائي قورت على الإمارات. وليد يا وليد، وليد يا وليد، ليس وليد الصدفة أن يسجل وليد. ثاني هدف كان على أتوقع الجزيرة كأس الاتحاد الآسيوي مع الشرطة. المرمى فيها جول، فيها جول، وليد سالم المهاجم وليس المدافع، المهاجم وليد سالم، هذه تسديدة مهاجم. ثالث هدف مع نادي الشرطة على نادي الطلبة. أكثر من 10 أسئلة يطرحها الزميل أحمد العطواني في تو ويندو مع لاعب المنتخب الوطني ونادي الجوية مصطفى محمد، مع تابع. مرحبا كابتن. مرحبا حبيبي. ما هو اسم فريقك الشعبي؟ الجماهير. أصعب شغلة اشتغلتها في حياتك؟ عمالة. من هو ممثلك الأعلى في كرة القدم؟ حيدر عبد الأمير. أي فريق تشجع عالميا؟ ليفربول. لاعب عالمي تتمنى التقاط صورة معه؟ ميسي. أفضل مدرب أشرف عليك؟ كابتن راضي الشيش. نادي تتمنى تمثيله عربيا؟ الهلال. أصعب مهاجم واجهته؟ المواس سوري. لو لم تكن لاعبا ماذا كنت؟ إعلامي. موقف رياضي لم تنساه؟ موقف مباراتنا مع المالكية البحريني، خسرنا 3-0 ورجعنا 4-0. أكثر شيء زعجك بالرياضة؟ يعني الكذب والنفاق بالرياضة. من هو أفضل لاعب حاليا بالعراق؟ يعني سؤال صعب، كثير من اللاعبين المميزين موجودين. لا. إنجاز كروي تتمنى تحقيقه؟ تأهل لكأس العالم. ما مدى تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على اللاعب؟ 70%. شكرا جزيلا. العفو. الموهبة جمعة عماد من نينوى يجيد التعامل بكرة السلة بطريقة المحترفين المميزين، نشاهد. تحياتنا أخرى مشاهدين الأكارم، أجدد الترحيب بضيوف الأعزاء الكابتن حسين عبد الواحد، رزاق فرحان، مرحبا بكم وحياكم الله كابتن حسين. بسم الله الرحمن الرحيم، بالبداية نعزي أنفسنا والعالم الإسلامي بوفاة خادم المنبر الحسيني سيد جاسم الطويرجاوي رحمة الله على روح. حياكم الله كابتن رزاق، مرحبا بك، حياك الله. أنت من أربيل، طمنا شلون فريقك، شنو وضع المعسكر التدريبي؟ بالبداية تحياتي لك، تحياتي لكابتن حسين عبد الواحد. طبعا هنا الأجواء طبعا مثالية، خلينا نقول لأنه وجود فرق تقريبا 5 فرق من الدوري، سهولة أنه تحصل مباريات تجريبية، وأيضا
تقدر انه بهاي الفتره تقدر تتمرن صبح وعصر، وايضا الملاعب المتوفره جيده جدا، فلذلك اعتقد المعسكر كان ايجابي جدا. ليش اغلب الانديه كابتن رزاق اختارت اقليم كردستان مو مثلا خارج العراق تعسكر بهذا المكان؟ شنو السبب؟ صراحة بالبداية كل الفرق كانت متوجهة إلى المعسكرات الخارجية. كابتن رزاق تسمعني؟ لكن صعوبة الحصول على الفيزا أيضا في مصر، هي سمعك صعوبة الحصول على الفيزا في مصر وأيضا في تركيا، هذا كله سبب رئيسي في تحول مسار المعسكرات إلى أربيل، وأيضا وجود أكثر من فريق، تقريبا 5 فرق إلى 6 فرق موجودة هي بأربيل. قدرنا انه نلعب معهم مباريات، وقدرنا انه نرفع من الحاله البدنيه للفريق، وهاي كلها الامور اجت بمصلحه الفريق. ايش قد راح يبقى معسكركم كابتن رزاق؟ يعني اليا فتره وكم مباراه بالمجمل ومدى الفائده من هذا المعسكر؟ نعم اكيد اسمعك، تفضل. طيب أبدأ من الكابتن حسين عبد الواحد، ربما الشرطة أكثر المستفيدين إذا انطلق الدوري قريبا باعتباركم قادمين من بطولة قوية، منافسات الفريق برتم متصاعد، صحيح؟ يعني كلامك معقول، يعني احنا جينا من بطولة على مستوى عالي، يعني من أفضل بطولة هي بالقارة، أفضل بطولة بالقارة هي بطولة أبطال آسيا. تقريبا قدمنا بما يعني نرضي جماهيرنا ونادينا وكلاعبين، يعني الحمد لله وشكر أدوا ما عليهم طال الكادر التدريبي. صراحة إحنا هسه حاليا بعد ما رجعنا من البطولة انطينا فترة راحة، يعني مو هم قليلة، يعني انطينا أكثر من 4 أيام 5 أيام، بعدها عودنا التدريب من جديد، بس إحنا صراحة يعني كرتم من موضوع اللياقة البدنية يعني مطمئنين إن شاء الله. أنا حتى أدخل بتحضيرات نادي الشرطة، لكن الشيء بالشيء يذكر وليس للمعرضات الترك، أنت تحدثت لي عن البطولة الآسيوية والنتائج، وشفنا تصريح لوزارة الشباب أو تحديدا وزير الشباب، هناك مكافأة للفريق في حال الفوز على الأهلي السعودي في المباراة الثانية، تذكرها وياي؟ نعم. وصار الفوز، تحقق الفوز، والآن راح يمر أكثر من 20 يوم على المباراة، استلم نادي الشرطة المكافأة؟ ما اعتقد، يعني ما استلم، ما اعتقد. شنو انت ابن الفريق استلم ولا ما استلم؟ ما اعتقد، ما اعتقد، لا يعني اكو جوز مثلا يعني الوزاره والنادي، بس احنا كفريق كفريق النادي ما استلمنا اي شيء. ما استلمتوا؟ لا اي مبلغ؟ لا. بزياره الوزير قبل ايام، ليش ما حد ساله على هذا الموضوع، موضوع التكريم؟ ايش عجب؟ يعني ما يحتاج نسال، هو الرجل اتصل وبلغ الاداره اللي كانت مثلا كان الدكتور وهاب ويانا بقطر، والدكتور وهاب بلغ الكادر واللاعبين. زين خلاص، يعني ما يحتاج نسأل. طيب تحدث عن نادي الشرطة، راح يدخل بمعسكر أم يستمر بالمعسكر الداخلي في بغداد تحضيرا للدوري؟ احنا صراحة راح نبقى يعني بالمعسكر اللي هسه احنا متواجدين به بغداد، على أساس يعني كان موضوع معسكر خارج بغداد، خارج البلد يعني، لكن تعرف الظروف ما لحقنا، يعني موضوع الفيزا وتوقف الطيران تركيا والعراق. صحيح. هسه احنا حاليا معسكر مغلق ببغداد، عندنا وحدات تدريبيه صباحيه مسائيه، عندنا مباراتين او 3 مباريات وديه، ان شاء الله في لحد ما ندخل يوم 25 مباراه الدوري. يعني برايك هذه الفتره كافيه لنادي الشرطه؟ طبعا احنا الحمد لله شكر جاهزين، قلت لك احنا من فتره من مثل ما تفضلت من البطوله الاسيويه بعد ما رجعنا، يعني سعفتكم البطوله الاسيويه طبعا، وانا هذا تمهيد لسؤالي للكابتن رزاق فرحان، هذه الفتره معسكر الانديه في كردستان او في بغداد كافيه لوصول اللاعب الى الجاهزيه التامه حتى يدخل مباراه دوري بفورمة عاليه؟ لا شوف، انا ما اعتقد انه الفرق باستثناء الشرطة ما راح تدخل بجاهزية تامة، لكن راح تكون المباريات الأولى هي تقريبا تكمل لفترة خلينا نقول الإعداد، ربما أنه هذا الشيء هو غير صحيح، لكن بسبب ابتعاد اللاعبين فترات طويلة عن التدريب، وأيضا بعض الأندية بدأت متأخرة، هاي كلها الأمور أكيد يعني راح تكون عائق أمام المدربين. في نشوف هسه احنا يعني انت عندك اقل شيء فتره
الاعداد العام هي ممكن انه اسبوعين وبعدها تدخل بالاعداد الخاص، فلذلك الفتره قليله جدا. شيل من عندها هاي الفتره كلها اسبوع اللي هو الاخير اللي راح تبدي انت تنزل حتى تكون تهيئ فريقك للمباراه. هاي كلها الامور اكيد يعني اقدر اعتبرها انه ما راح تكفي، لكن احنا هذا الواقع ولازم انه نكون على الاقل واصلين الى 70% حتى نقدر انه مع الوجود وجود البدلاء. يعني تعرف المباريات بالدوري العراقي اكو 4 تبديلات، ممكن 9 في المدربين انه من خلال هاي التبديلات يقدر يخلق توازن من الناحية البدنية طبعا، وبالتالي يقدر يمشي نفسه خلال المباريات الاولى والثانية، بعدها يبدي الحالة البدنية للفريق توصل الى مرحلة تقريبا متكاملة، وهذا اللي احنا جاي نوصل له انه او نحاول انه نوصل له على الاقل انه توصل 70 الى 80% لحد ما تبدي منافسات الدوري، لانه هذا الامر الواقع. يعني ما تقدر تضغط اللاعبين اكثر من هذا الضغط، اكثر من وحدات تدريبيه صباحيه ومسائيه، حتى لا تكون عندك اصابات كثيره، وبالتالي انت اللي 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 تبني ممكن راح تضيع. دكتور رزاق، انت وقعت بشكل متاخر مع الفريق، مع نفط ميسان، وبالتالي جيت لقيت معظم اللاعبين موجودين، فهنا لو سالتك اللاعبين من خياراتك لو جيت لقيتهم واقع حال مع الفريق شنو الجواب؟ لا انا صراحه اللاعبين اغلبهم لقيتهم واقعين، وصراحه هم لاعبين جيدين وايضا امكانياتهم عاليه وعندهم نتائج ايجابيه. هاي كلها الامور طبعا بالاضافه الى ذلك هم اغلب اللاعبين فتره طويله مع بعض ومنسجامهم عالي جدا، فلذلك انت تشوف اذا حصلت لاعبين هم منسجمين اصلا ومع بعض الاضافات تقدر انه خلال هاي التوليفه انه تزيد من خلال الانسجام، وما راح تكلفك باستثناء انه ممكن راح تغير او تصعد من الحاله البدنيه للفريق حتى يكون جاهز، وبالاضافه الى ذلك تحاول انه تخلي الانسجام بين اللاعبين الجدد مع اللاعبين اللي كانوا متواجدين. وايضا اكو امور انه انت كمدرب يجب انه تغير، انا بالنسبه لي ممكن انه الاسلوب يجب انه اغير منه حتى مثلا اقدر انه احافظ على فريقي. اسلوب نفط ميسان كان في السنوات الماضيه اغلب الاوقات هم يضغطون ضغط عالي، لكن بوجود الوقت قصير والحاله البدنيه ضعيفه جدا، فما راح نقدر انه نفس الاسلوب اللي كان يلعب به الكابتن احمد دحام، فلذلك يجب انه احنا انا كمدرب يجب انه احاول انه اغير من الاسلوب، وايضا احاول ازيد من المنافسه بين اللاعبين. طيب اعود للكابتن حسين، فريقكم اغلق التعاقدات بشكل نهائي بعد التحاق المحترفين، لو اكو مراكز يحتاجها نادي الشرطه لغايه الان؟ لا احنا صراحه كنا منتظرين 2 محترفين اضافه الى امجد عطوان، يعني نهائيا يعني هسه حاليا الحمد لله شكرا يعني اغلقنا جميع التعاقدات لهذا الموسم. انا سالت هذا السؤال لانه معظم جمهور الشرطه كان يبحث عن مهاجم، يمكن انت متابع وياي على مواقع التواصل الاجتماعي، وحارس مرمى اضافي للحارسين. لا احنا عندنا حاليا 4 حراس مرمى، يعني ما عندنا اضافه غير حارس. هو الجمهور هيك كان يطالب، انت متابع وياي لو ما متابع؟ اي متابع بس احنا قلت لك احنا حاليا عندنا كانوا 3 حراس، انضاف لهم حارس من نادي الكرخي جانا يعني اضافه، صاروا 4 حراس. والمهاجمين احنا اصلا يعني كنا من قبل البطوله الاسيويه يعني تريدون لاعب محترف، احنا كنا يعني متفقين على لاعبين 2 محترفين. هسه جانا محترف للشرطه مهاجم وصانع العاب صحيح؟ نعم. شلون مستواهم؟ انا اسالك قبل ان تكون مدرب، انت لاعب وعندك خبره وعندك تجارب، يعني مستواهم يضيف للفريق مثل ما شفنا مثلا في فتره من الفترات معروف لاعب وسط واضح كلها شهدت به؟ احنا نتمنى هذا الشيء، احنا مو يعني مثلا نخمن، لكن احنا اللي شفناه اول وحده تدريبيه البارحه، اليوم اول وحده تدريبيه رئيسيه يعني البارحه كانوا هستهم جاي من السفر زين،
يعني اول شيء المهاجم هو اصلا لاعب بيرس بوليس. صحيح. شلون صار التوقيع وياه؟ عن طريق بشار رسن لو شلون؟ لا 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 وكيل لاعبين عن طريق وكيل اعماله. نعم. شايفينه اكيد انتم متابعين المباريات. يعني عن طريق الفيديوهات سالنا عليه، يعني سالنا بشار، سالنا غير بشار. بشار كان يعني وياه. فجاوب بشار قال لكم لاعب مميز يضيف، يقول يعني خوش لاعب، خوش مهاجم، مهاجم زين، ينجح بالدوري العراقي؟ اي ينجح، يعني سالنا شفنا احنا بعدين سالنا طبعا. فمن يعني لاعب يلعب بيرس بوليس ويلعب بالجزائر فاكيد لاعب ممتاز. نفس الشيء اللاعب الكولومبي لاعب البنياس، هذا يعني احنا تدري احنا نعرف اللاعبين، مرات يجيك واحد يعني ما يضيف لك، بس ان شاء الله ذول الموجودين راح على قولة كابتن غني يقول المحترفين يجون العراق بس مصبوغين بالاداء، كل شيء ما يضيف. صح صح، اكو هوايه انديه جابت محترفين من ضمنها احنا نادي الشرطه، هوايه جبنا محترفين وما استفادينا من عندهم. يعني اكو هوايه اسماء ما استفادينا من عندها، وما بحيث يعني اللاعب العراقي افضل من عنده. فراح يكون اكو انتقاله بالشرطه من حيث المحترفين هذا الموسم حسب قناعتكم؟ ان شاء الله. لكن المهاجم حاليا اجهز من لاعب الوسط. لاعب الوسط اللي اجى يعني تقريبا صار فتره طويله اللي هي فتره التوقف، يعني التوقف. فقط لياقه بدنيه. نعم نعم، يعني ممكن يرجع في اول جوله جولتين يستعيد عافيته. طيب بنفس المحور كابتن رزاق، المحترفين مع فريقك راح تكتفون باللاعب اليمني ناصر محمود لو اكو لاعبين اخرين؟ لا احنا طبعا استقبلنا ثلاث اربع محترفين بالاضافه الى ناصر، لاعبين من النيجر ولاعب من نيجيريا مهاجم. لكن المعضلة والشيء المؤسف انه ما قدروا يستحقون لا بالمعسكر وايضا الفيزا لحد ما طلعت. هاي الامور اكيد يعني احنا راح ممكن انه نفقدهم خلال المرحلة الاولى وممكن الثانية، لانه ما نعرف هل هم تم الجاهزية او احنا انطيناهم برنامج تدريبي يمشون عليه من خلال مدرب اللياقة. لكن هذا الامر ما راح يلقون الانسجام مثل ما يكون هم متواجدين داخل الملعب وخلال الوحدات التدريبية. فلذلك اتمنى انه المحترفين، تعرف احنا مشكلتنا الان الدوري العراقي يبدأ متأخر، فأغلب اللاعبين الزينين واللاعبين مرتبطين بعقود أخرى. نعم أكو أسعار عالية لكن تلقاهم هم مرتبطين بعقود أخرى، فأنت تضطر أنه تستنجد بالمدراء الأعمال حتى تقدر أنه تحصل لك لاعب أو لاعبين زينين. لكن مع احتراماتي أنه الآن كل المحترفين اللي يجون للعراق هم من خلال موقع بكثير من المحترفين، والسماسرة هم يجيبون لك مقاطع فيديو، أنت ما تقدر تشوف المحترف يعني مباراة مثلا مباشر حتى تقدر تحكم عليه أو تشوفه مثلا خلال مباراة تجريبية وياك. فلذلك هم يعني كل الفرق العراقية هم ايدهم على قلبها من خلال استقطابهم للمحترفين، لانه الصراحه الصوره غير واضحه للمحترفين الا يجون ويدخلون وياك بالوحدات التدريبيه ويلعبون. صحيح. هذا الشيء هو اللي صراحه نعم. اي ولذلك اريد اسالك، بما انه اغلقنا ملف المحترفين، سبب فسخ التعاقد مع اللاعب مصطفى جوده شنو كابتن؟ صراحة سبب إداري لا أكثر ولا أقل. مصطفى جودة مهاجم جيد، لكن أعتقد أنه الإدارة يعني أنا أشوف أنه حالة إيجابية أنه يطلبون من اللاعبين أنه يوقعون أكثر من سنة حتى يكون أكو استقرار، حتى يكون اللاعب ممكن ما يقدم هاي السنة، السنة اللي وراها يقدم، لكن هو طلب أنه يكون توقيع لمدة سنة. الإدارة هي ممكن خلال السنوات السابقة تعمل بهذا النظام أنه أي لاعب يجيهم يوقع أكثر من سنتين حتى يخلقون الاستقرار ويخلقون فريق جيد، فلذلك ما تم الاتفاق بينهم. حلو، يعني الخلاف مو على مبلغ العقد، على مدة التعاقد. لا لا لا، أنه على مدة التعاقد فصار أكو بيناتهم اختلاف وتصير يعني هاي الحالة.
أنت تنصح أن يكون جداً. التعاقد أكثر من موسم كابتن رزاق في ظل عدم استقرار إداري بالدوري العراقي؟ أكيد أكيد. شوف في كل دول العالم الآن الاستقرار يكون من خلال استقطاب اللاعبين وتوقيعهم أكثر من 5 سنوات أو 4 سنوات، لأن النادي إذا يعني شوف التاسة مثلا ريال مدريد وبرشلونة يستقطبون واحد أو اثنين وهم عندهم الخزين اللي هم لاعبين موقعين وياهم 5 سنوات أو 6 سنوات، بس يجيبون خلينا نقول النواقص اللي عندهم أو الفراغات اللي حثت من خلال الدوري السابق. فلذلك مهم جدا حتى للاعب، لأنه اللاعب إذا يريد يضمن نفسه ويضمن خلينا نقول معيشته ورزقه يجب أن يوقع أنه أكثر من موسم، لأنه هاي اللاعب هذا قد ما يكون نجم وعنده إمكانيات وعنده ممكن أنه بأي لحظة يتعرض لا سامح الله للإصابة ويقعد له سنة، بينما لو كان موقع سنة أو سنتين هو يأخذ حقوقه من هذا النادي وهو يتكفل النادي بعلاجه وكثير من الأمور اللي أنا واحد من الناس حثت لي بالاحتراف وتندمت عليها. حلو، إذن هو ضمان لحقوق الطرفين للنادي وللاعب. كابتن حسين، الكثير من الأسئلة تردني من جمهور الشرطة وجماهير أخرى تقول جاهزية محمد قاسم وين وصلت لغاية الآن؟ متابعينه كنادي الشرطة وبعد الآن في الدوحة صح؟ هي أكيد إحنا على تواصل وياه، يعني إحنا ككادر تدريبي نخابره ونتصل به. هو تقريبا يعني مدة الفترة اللي راح يبقى بسبيتار 20 يوم. زين، وبعدها يرجع، فأكيد هو بسبيتار يعني مو يتعالج بس، يتأهل بدنيا. صحيح، من يأهلوك بدنيا راح يجي تقريبا بس مجرد دخوله ويا الفريق بالتكتيك الخطط لا أكثر ولا أقل، 100% راح يجي جاهز. يعني شو يقول لكم على الأجواء هناك؟ يعني من ناحية المستشفى يعني أكيد شيء مثالي، يعني هو يجي من أوروبا يجي لسبيتار يتعالج. هو الآن كمل عملية التشافي، دخل بالتأهيل ولا طبعًا لحد الآن؟ طبعًا دخل بالتأهيل، يده يتأهل هسه حالياً، ده يتأهل. إيش قد المدة اللي يرجع بها؟ يعني لاحق على الجولة الأولى الثانية؟ هم بسبيتار أستاذ علي المستشفيات البرة ينطي فترة أكثر من اللي هي متوقعة. يعني مثلاً إذا 10 أيام يعطيك 20 يوم، بحيث يعني تشفى شفاء تام، تجي تتأهل تأهيل كامل. يلا يعني يصبرون عليك، يعني مو مثل وضع اكو مثل وضعنا احنا، هاك يلا روح تمرن، لا لا، هم هناك يطولون خلق، يعالجوك صحيح، يأهلوك صحيح، تجي لفريقك جاهز 100%. مبدئيا ما راح يشترك بالجوله الاولى حسب تصوراتكم او الثانيه؟ يعني شيء اكيد هذا، يعني اللي يجي احنا هم نخاف عليه. احنا حتى بقطر كابتن غني قال له اللعبه اللي هو يعني يلعبها اللعبه الثانيه مع الاستقلال، يعني هم راد يلعبه. هو كان مصمم ان يشترك؟ اي هو جاهز، قال انا جاهز يعني بدنيا، وحتى الاصابه مالتي يعني زينه وما بيها شيء، وشيك الدكتور لح عليه كابتن غني قال له مو مشكله، احنا حتى اذا ما تلعب هاي المباراه ما نريد نخسرك المباراه اللي هي يعني كنا متوقعين المباراه مع الاستقلال الاخير هي الاهم. لكن هو قال لا انا جاهز، وسبحان الله يعني بدايه الشوط الاول تعور. يلا ان شاء الله يرجع بالسلامه. عندنا اسئله سريعه ويا الكابتن رزاق فرحان. كابتن اسئله سريعه، 5 اسئله وتجاوبني بعجاله. السؤال الاول جاوبك 2 يا شباب، اعطوني اياه بالشاشه. اكثر فريق اعجبك تعاقداته هذا الموسم كابتن؟ الجوية والشرطة يعني كلاعبين. يعني أفضل ملعب كروي في العراق؟ ملعب البصرة وملعب نفط ميسان. من أفضل لاعب محترف بقائمة المنتخب الوطني؟ يعني بس المحترفين؟ ايه اشوف انا مهند، رغم انه ما كان يلعب لكن من يجي المنتخب يكون الى فارق. يعني ميمي تقصد؟ نعم.
لاعب شاب تراه خليفتك في الوقت الحالي، مهاجم. سؤال صعب. ما يخالف. هو صعب شيء ما يخالف. يعني ما استذكر الشباب هواي اكو عندنا ولاعبين عندهم يعني امكانيات عاليه. ف يعني ما استذكر لاعب يعني بالوقت الحاضر. لكن كثير من اللاعبين اللي عندهم مميزات ممكن انه توازن مستويات. طيب هذا السؤال ما جاوبتني عليه، ما يخالف، جاوبني على السؤال الاخر. من ترشح ان يكون بقائمه هدافي الدوري الكروي للموسم الجديد؟ منو راح يكون بقائمه الهدافين؟ اني اعطيك اسماء يعني. طيب اتوقع انه يكون وسام من نفط ميسان. وسام سعد. اتوقع انه يكون ايمن من الجويه. ايمن حسين. نعم. محمد داوود. محمد داوود. نعم. وممكن انه اتوقع واحد من المحترفين يطلع فلته. يعني هيك اتوقع يعني. زين، ها هي خلصت القائمه. هاي يعني ما يعني هذول اللي استذكرتهم. يعني ماكو لا من الشرطه لا من الطلبه لا من الزوره. يدروني. انا صراحه يعني الشرطه مو كل مهاجميهم يعني القائمه مالتهم يعني، بس اشوف انه الشرطه كان يعاب عليه بالبطوله هو مع احترامات للجميع هو خط الهجوم. هذا اللي اشوفه يعني. طيب ممكن المحترف الجديد هو يصنع لهم الفارق. طيب كارتات ملونه مع الكابتن حسين عبد الواحد يا شباب. كارت اصفر وكارت احمر، شنو اللي تختاره؟ اصفر. ماذا جاء في الكارت الاصفر؟ حلو. اسئله. افضل تجربه كرويه لحسين عبد الواحد خلال مسيرته كلاعب كره قدم؟ يعني كل الانديه اللي مثلتها حققت بها انجازات. حلو، ولذلك تجربه تعتقد هاي رائده وافتخر بها؟ والله كلهن. كلهن؟ ماكو كلهن واحده حقا. مميزه؟ لا والله كلهن سوى. جيد. مثلك الاعلى في الملاعب؟ راضي شنيش. لاعب مدافع، ايش عجب؟ انا احبه. حلو، انا توقعت يعني راح تختار لاعب وسط باعتبار بحكم المركز. افضل لاعب وسط في الوقت الحالي؟ يعني خاف اقول. هذا رايك وكل انسان حر برايه. يعني اللي صراحه يعني كل اللاعبين اصدقائي وخاصه بهذا المركز. واتمنى لهم كل التوفيق، بس عندي حاليا يعني امجد عطوان وسعد عبد الامير واحمد فاضل. ها، ثلاث لاعبين هم الافضل بالعراق. اريد واحد منهم. لا وطيتك ثلاثه بالعراق كله. زين. مداريني. يعني احمد فاضل من افضل ثلاث لاعبين بالعراق بخط الوسط. احمد فاضل، سعد عبد الامير، امجد عطوان. وغريبه انه افضل لاعب انت مختاره ما موجود بقائمه المنتخب الوطني. انا اعتبره مظلوم، هذا احمد فاضل مظلوم، ما اعرف شنو الاسباب. مع العلم يعني هو من كان ويانا بالشرطه راح للزوراء دائما مستواه ثابت، ومو من اللاعبين اللي مثلا ينصابون هوايه يكمل لك موسم كامل لاعب لك اكثر من 20 مباراه. يعني هذا لاعب مثالي، اذا هيك موجود هيك لاعبين بالدوري عندك فريقك. فيعني انا اعتبر هذا شيء حاله مثاليه، لاعب يكمل اكثر من 20 مباراه. حلو، ويا احمد فاضل قلت لي امجد ومنه؟ سعد عبد الامير. وشنو المواصفات اللي انت اختاريتها او اختاريتهم على اساسها؟ يعني امجد عطوان لاعب عصري انا اعتبره. حلو. لاعب عصري بالوقت الحالي، اللاعب الوسط اللي مثل امجد عطوان لاعب عصري. عصري. سعد عبد الامير قائد بالملعب، حريص، ينطي
اكثر من طاقته، ينطي مجهود اكثر من اللي هو المتوقع ينطي اكثر. حلو. امجد عطوان، شلون كانت تجربته مع الدوري الكويتي حسب رايك وتصورك؟ يعني انا كنت اتمنى امجد عطوان، يعني مع احتراماتي للفرق الكويتيه، دورينا مع احتراماتي واجل احترامي للانديه الكويتيه، فرقنا افضل من الفرق الكويتيه. كنت اتمنى امجد عطوان ولا علاء عباس ما يروحوا للكويت. اها نعم. فنيا الدوري العراقي اقوى طبعا. نصحتهم بهاي النصيحه؟ قلت له الامجد لا ايش عجب، انا احب اللاعب يحترف يطلع من الاجواء غير يحترف يعني. حسب حديثك بتجربه فنيه تضيف للاعب؟ شوف علي، انا صريح، الوضع اللي بالبلد مالنا ما كان مشجع في وقتها. لا لا، اي لاعب يجي احتراف خليه يروح. بهذه المواصفات اللي يمتلكها امجد ممكن يحترف باوروبا كابتن؟ والله بدون مجامله يلعب باوروبا وعادي. امجد عطوان؟ اي والله. اها طيب كابتن رزاق، هناك حديث او تلويح بتاجيل الدوري، يمكن انت اليوم سمعت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي لناس مسؤولين بالهيئه التطبيعيه، واجتماع خليه الازمه راح يكون قبل يوم من انطلاق الدوري، يعني مصاريفكم ومعسكراتكم التدريبيه والدافع المعنوي اللي الان اللاعبين يتمرنون به تقريبا انخفض اكثر من نصف المستوى، شنو رايك بهذا الحديث؟ والله شوف، احنا بالنسبه انه واعتقد كل الفرق راح تواصل استعداداتها، لانه صراحه الجهد اللي بذلناه خلال هاي الفتره جهد كبير، تمارين صباحيه ومسائيه وسفر وتعب وحر، هاي كل هالامور بالاضافه الى الامور الماديه، اكيد يجب انه يكون اكو حل حتى يبدي الدوري على اقل تقدير. اذا يريد مثلا يشوفون الحاله الوبائيه وين واصله ويقدرون انه مثل ما معمول باي دول العالم انه يمشي الدوري بدون جمهور مع اجراءات او احترازات صحيه، يقدرون الفرق يحصلون عليها من خلال المستشفيات وكل مباراه يسوون فحص. اعتقد اذا توقف الدوري يعني اعتقد راح يكون احباط كبير بالنسبه لكل اللاعبين، لانه صدقني الان بداوا اللاعبين يتنفسون، رواتبهم، ممكن عوائلهم رزقها، هاي كلها الامور يجب انه ينتبه لها الاتحاد العراقي، بالاضافه الى ذلك وزاره الصحه، لانه نعم صحة وحياة الناس أهم، لكن أعتقد 11 لاعب ب11 لاعب يقدرون أنه ملعب كبير يقدرون أنه يوفروا لهم الإجراءات الصحية اللي تقلل من خطر الإصابة. نعم أكو في بعض الدوريات صارت مثلا أكو إصابات وفرق كثيرة تأجلت لها لعبات وصار أكو خلل بالدوري، لكن احنا نحاول وتبقى يم رب العالمين، على الاقل انه احنا بدينا الدوري، لكن كلها بامر رب العالمين. اذا صار شيء طيب ذاك الوقت ممكن انه يجلون او يلغون، لانه اللاعبين ايضا لهم عوائل ويريدون انه يصرفون بهاي الفتره الطويله اللي قعدوا. اتمنى انه يكون حل، لكن التأجيل يعني مثلا أسبوع أو 10 أيام يصب بمصلحة الأندية، لأنه حتى تكون الاستعدادات كاملة لجميع الفرق، وأيضا يكون الهيئة التطبيعية وقت حتى يتخذون القرار المناسب. طيب كابتن حسين، أنت شلون استقبلت هذا القرار؟ اليوم أكو تصريح رسمي لأمين سر الهيئة التطبيعية ربما يؤجل، يتوقف الدوري بسبب فيروس كورونا ونعود للمربع الأول لموسمنا الماضي. شوف أستاذ علي، هسا إحنا الوباء صار تقريبا راح يصير سنة تمام، كل شيء توقف، بعدين صارت حظر جزئي، بعدين ما صارت، العالم نفس الشيء، بعدين رجع العالم لعب، بعدين رجع العالم العملة. هسا إحنا قول هسا لحد ماكو دوري، مو جايين يلعبوا ديات لو لا صحيح، اكو يعني فد شيء جاي نتخذ اجراءات، عافية على الله صراحه. احنا بكل شيء احنا بالبلد يعني ضعيف كاجراءات كامور،
فالدوري اذا مشى شنو المشكله؟ يعني هسه انا دا العب وديه مثلا ويا صناعات، شنو المشكله اذا هي رسميه وصارت هي بدون جمهور؟ وين الاشكال يعني؟ واذا اجلت اسبوع واذا اجلت شهر؟ انت شاهدت اليوم المباريات الوديه بها عدد كبير من الجماهير حاضر؟ اكو، انت هسه باي ملعب تصير مباراه وديه راح يدخل جمهور، باربيل اكو جمهور، بغداد اليوم اكو جمهور، اكو جمهور يجي يدخل جمهور. وروح هسه يلا الغى الدوري، اجل الدوري الغى، مو جاي نلعب فرق شعبيه. شنو يا مان؟ شنو اللي صار يعني؟ اسواق ومولات وحركه تجاريه ماشي. هو هذا هذا يعني هذا شيء راجع بعد امر رب العالمين. انا من اسال حسين عبد الواحد، لان انت جاي من تجربه اسيويه وشفت التدابير الاحترازيه اللي تطبق في قطر او باقي الدول، يعني رحتوا معسكر في مصر. بالعراق قادرين ان ننجح باقامه دوري في ظل جائحه كورونا؟ الا تعوفها يعني الاجواء على رب العالمين، لان اللي شفناه فحص لا شفناه اللي شفناه بقطر بعد صعب يصير عندنا. صعب ان جيت تقول لي بعد 100 سنه صعب يصير عندنا. شنو اللي عندهم ما عندنا؟ الفحص، المسحات، الاجراءات، شو وين الاختلاف وين؟ فحص، مسحات، التزام بكل انحاء الانديه، كل الانديه. هسه انا سالت بالانديه هناك، هسه عوفنا احنا جزء بطوله اسيويه وحاصرين الاتحاد الاسيوي وعلى الاتحاد الاسيوي مو على الاتحاد القطري. واكو اجراءات. انا هسه سالت لاعبين هناك بقطر. زين؟ فحص يومي قبل المباراه، قبل كل مباراه كل الفريق ينفحص، مسحات، عندهم نظام احتراز بالموبايلات. زين؟ صحيح. نظام احتراز بالموبايلات. وانت ببيتك يعرفون بيك شيء لو ما بيك شيء. هاي شلون؟ فاحنا خلينا على الله. والله خلينا على الله. كابتن رزاق، هل هناك موقف من الانديه لا سامح الله في حال جاء القرار بتوقف الدوري فتره طويله والعوده الى التوقف والراحه السلبيه من اللاعبين وقطع ارزاق هذه الكوادر، اللاعبين، الاجهزه الفنيه، الاداريه، الاعلاميه، الطبيه؟ الموقف من الأندية أنا أعتقد ما راح يكون أكو موقف، لأنه شوف يعني الأندية تدفع مبالغ كبيرة جدا. أعطيك أبسط مثال، خلال الدوري ممكن كل واحد يخسر له 6 مليارات، وأكو فرق 7، وأكو فرق شو اسمه، وتجد تلقى جائزة نهاية الدوري هي 150 مليون وما يستلموها ال 150 مليون. أنت منو راح يعوضك يعني؟ ما يخالف يعني جاي احكي لك انه انت تخسر 6 مليار وبعدين يعطوك 150. نعم هي البطوله بحد ذاتها هي تعتبر اكثر من الفلوس بالنسبه للانديه، لكن هذا استحقاق حتى النادي اللي صرفه خلال الموسم ممكن يعوضه من خلال النتائج الايجابيه اللي حققها. فانت قيس يعني، انا ما اتوقع انه الانديه راح يكون لها دور كبير، لانه اللي صرفته صرفته وراح وخلاص يعني، ما يقدرون يسوون شيء هم بالنسبه ل كابتن رزاق. خاف بعض الانديه راح تفرح بقرار توقف الدوري، يقول لك تخلصني من ازمه ماليه، لا ادفع مستحقات لاعبين، لا اسافر، لا حجوزات فندق. فعلا 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 اكو انديه امكانياتها الماديه محدوده وتفرح، ومن حقها تفرح. تدري ليش؟ لانه النظام اللي موجود بالعراق صراحة وتوزيع الأموال ما أعتقد منصف، فلذلك كثير من الأندية من حقها تفرح. فلذلك تشوف ممكن أنه راح يكون أكو ضغط حتى بعض الإدارات حتى يتأجل الدوري أو يلغي، لأنه تعرف يقول لك أنا ممكن أنه أشارك بالدور بدايته وبعدين ممكن أنه أصرف مبالغ الدفعة الأولى وبعدين يتوقف الدوري بسبب جائحة ثانية، فهم يريدون ياخذون المضمون انه الدوري يكمل النهاية، لانه من حقهم هم كإدارات يقول لك انا اصرف وادفع دفعة اولى وبعدين ممكن يتأجل او يلغى الدوري وبالتالي انا الخاسر الوحيد. طيب يعني اذا اكو اندية مستفيدة من توقف الدوري، ورجعنا لنفس المربع، وناس تقول لك انا اكيف يتوقف، وهاي الناس اللي صارفة ورايحة معسكرات وتعبان على نفسها هي المتضرر الوحيد. اي طبعا، انت يعني يقول لك مثل ما تفضل كابتن رزاق، يعني يقول لك اكو اندية يقول لك انا راح انطي دفعات للاعبين، بعدها اذا مثلا مباراة او مباراتين
وتوقف الدوري. انا شلون مثلا اروح افتر على اللاعبين اخذ فلوسي؟ زين المنتخب البطولات الاسيويه انتم ما تضررتوا من رحتوا الاسيا بدون دوري بدون لعبات؟ والله العظيم احنا انا احكيك صراحه انا عن نفسي يعني قلت احنا مشاركتنا بهاي البطوله الاسيويه محرقه يعني قلت راح نتدمر الكره العراقيه. مجازفه كانت طبعا طبعا مجازفه بسمعه الكره العراقيه. طبعا مجازفه بسمعه الكره العراقيه. يعني احنا شنو رحنا؟ احنا رحنا 20 يوم بمصر ثلاث مباريات وديه، والثلاث مباريات الوديه مو هاي اللي رايديها احنا. ثلاث مباريات وديه لعبناها مو بالمستوى اللي احنا رايديه. زين يعني لعبنا فريق درجه ثانيه، لعبنا رديف فريق زين، يعني مستحيل راح تشارك بالبطوله الاسيويه. بس قلت لك حرص، تعرف انت اللاعب العراقي حريص، حرص اللاعبين نفس الشيء. يعني الكادر التدريبي دعمناهم دعم مو طبيعي معنوي طبعا قبل. طيب الشريد مشاركة الشرطة بالآسيوية المقبلة إذا ما توقف الدوري نفس المجازفة نفس الظروف ما اختلفنا بشيء كابتن حسين؟ لا احنا مو احنا نختلف عن باقي الأندية. قلت لك هسه مثل ما تفضل كابتن رزاق كأندية يقول لك انا اذا اعطي وتوقف الدوري انا بعد ايش عندي؟ انتظر عود الدوري الاخر. بس احنا شوية نختلف. اللاعبين عندنا هدف مثلا اطوا اللاعبين دفعاتهم مثلا او عقودهم. اللغه الدوري لعبتين او ثلاثه لا سامح الله اللغه الدوري، بس احنا اللاعبين يكونوا يتمرنون صح. ليش؟ بس انا اقصد راح تروحون فنيا، ما لي علاقه بالاموال فنيا، راح تروح ماكو دوري، يعني نفس الظروف راح تتكرر مع نادي الشرطه. مشكله كبيره طبعا طبعا مشكله كبيره. احنا نظل نتمرن وحدنا. صوره وتعليق مشاهدينا. بشار رسن، البداية منك كابتن رزاق. بشار رسن وهذا التميز بالاحتراف مع بيرسبوليس، وهناك حديث متباين حول توقيعه مع قطر القطري، أريد رأيك وخبرتك لأنه أنت أيضا كنت محترف وعندك تجارب والآن مدرب. صراحة بشار واحد من أفضل اللاعبين الآن متواجدين، وأيضا انطى صوره حلوه للاعب العراقي المحترف. صحيح. النموذجي وقدم مستويات عاليه جدا. صراحه اتمنى انه ياجل هاي الفكره خصوصا اذا راح النادي قطر، لانه مع احترامات انا لعبت النادي قطر نادي جيد، لكن الان بهاي المرحله نادي قطر يمر بمرحله غير جيده، فتجربته راح تكون مجازفه وبها خطوره، لانه نادي قطر الان مو بوضع السابق اللي كان هو تقريبا كل سنه ينافس على لقب الدوري، الان ينافس على الهبوط نادي قطر، هو بالنهايه مال بطوله اي. فهذا هذا الامر يعني اعتبره مجازفه، وايضا راح يرجع خطوات كثيره الى الوراء. اتمنى انه يواصل السعي حتى يزيد من نجوميته، وحتى يقدر انه يوصل الى مراتب اعلى، خصوصا يحاول انه يحصل له وجهه اوروبا، وبعدين ممكن في اخر ايامه ممكن يرجع الى بعض الانديه اللي تريده. يا رب التوفيق لبشار رسن باعتباره سفير للاعبين العراقيين وللعراق. ما سمعت رايك كابتن بهذا الموضوع؟ انا والله اعتبره، تدري هو كان ويانا نفس الفندق احنا من كنا بالبطوله الاسيويه، يعني واحد يفتخر بشارسا من وضعه سلوكه اللي كنا يعني سوا احنا بالفندق. ف يعني مثال للاعبين، اتمنى اللاعبين العراقيين المحليين يحتذون ببشارسا، يعني واحد من يشوفه برا يعني يفتخر به. يفتخر. اي. الصوره الاخرى. علاء عباس، شنو قصه التوقيع؟ وقع مع الشرطه وانتقل؟ لا لا. شنو اللي صار؟ ابد ما وقع مع الشرطه. ما اعرف هو غير بالكويت، بعد الكويت راح البرتغال. وكيل اعماله يقول وقع رسميا مع الشرطه وصار هناك اتفاق، كنتوا رايدينه انت والكابتن غالي شهد والجهاز الفني؟ ابدا مستحيل، ولا صار هيك موضوع. خويا اذا هاي كان اسال، اذا نريد نقول لامجد عطوان على عباس. ايه. وانا انا 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 وكابتن غني حتى حكينا بهالموضوع، وكابتن حيدر نجم وعماد هاشم. زين؟ ويعني والولد مو يعني ولا يعني مو بحساباتنا اصلا. مو بحسابات. لا لا. طيب الصوره الاخرى. كابتن رزاق، الصوره لوسام سعدون، لك التعليق. السلام عليكم.
صراحة وسام سعدون واحد من اللاعبين اللي أثبت نفسه وأثبت نجوميته من خلال الحصول على لقب هداف، وأيضا تواصل بتسجيل أهداف. صراحة لاعب خلوق جدا، عنده نكران ذات، يعني أول ما يعني عنده مواصفات جميلة جدا. بالموسم اللي أخذ به هداف وسام انظلم بعدم استدعاء للمنتخب كابتن رزاق. نعم أنا بوقتها صراحة تحدثت عن هذا الموضوع، كان المفروض أنه المدربين على الأقل يستدعوه ويطونه خلينا نقول فرصة، إذا ثبت نفسه فهو يستحق هذا الشيء، وإذا ما قدر فممكن أنه يبتعد. لكن أعتقد هو قدم كل شيء لكن ما أخذ استحقاقه بالمنتخب، وهذا الشيء طبعا يحدث مع كثير من اللاعبين. وهو إنسان طموح وعنده مميزات جيدة جدا. هاي كل شيء إن شاء الله نتمنى أنه لاعبينا الكبار، هو وأيضا نور صبري وحسن وكل اللاعبين الكبار بفريقنا، أنه نتمنى أنه يستفادون ويستغلون خبرتهم في أنه يكون فريقنا من ضمن الفرق المقدمة. شكرا جزيلا لك كابتن رزاق فرحان، كنت معي من أربيل، أتمنى لكم التوفيق والعودة بالسلامة. وشكرا جزيلا لك كابتن حسين عبد الواحد، نورتنا اليوم. شكرا جزيلا كابتن رزاق، أتمنى لك التوفيق، مدرب مثابر ونجح مع الديوانية، الله يوفقه إن شاء الله. حياكم الله، شكرا موصول لكم مشاهدين الأكارم، نلتقي يوم الخميس، السلام عليكم ورحمة الله.